السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البعض من أخواتي يتسألوا كيفاش يلقاو جميع الدروس سانسور. اليوم بغيت نوضح لهم طريقة. المهم أول حاجة لابد من كتابة اسم القناة اللي هو الأعمال يدوية مع أم سعد عبد الله، أو ممكن كتابة أم سعد عبد الله فقط في خانة البحث طبعا في الصفحة الرئيسية. من بعد غادي تلقاو اسم القناة زائد شعار. من بعد ما كتدخلوا لها أول حاجة كيشرفني أنكم تشتركوا في القناة، وذلك بالضغط على الأيقونة الحمراء وتفعيل الجرس باش تبقاو على صلة بكل ما هو جديد. وطبعا القناة فهي عربية وبالأخص مغربية، تتهتم بالأساس بالكروشي المغربي بالإضافة إلى أعمال يدوية أخرى. السلام عليكم متابعي قناة أم سعد عبد الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هذا الدرس. هذا طبعا هو بالكروشي. هذا الدرس هذا اللي أول درس يعني تيحتم رقم قياسي في عدد الطلبات، يعني يطلبوا لي بزاف 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 البنات. واليوم صورت لكم. المهم قبل ما نبداو الدرس بغيت واحد التوضيح بالنسبه لهاد السباقه هذه، لان في الفيديو السابق قلت لكم شكون هو الاختلاف اللي كاين في الخدمه. الاختلاف اللي كاين هو في الحرير. انا مولفه نخدم معكم الدروس، يعني الدروس نخدمها معكم بالحرير المبروم لانه سهل الخدمه والخدمه ديالو تجي رقيقه. والعديد من الاخوات يعني تيتسائلوا الحرير الصبره، يعني كاين اللي تيتشنتفلو، كاين اللي ما تيتوفرش على الحرير المبروم الخاص بالطرز، كاين اللي بعض المرات ما تلقاوش اللون المناسب مع الثوب، يعني اللون المناسب اللي تيمشي مع الثوب. لهذا جيت لكم واحد يعني واحد طريقه كده. لاحظوا مثلا هاد الحرير، هاد القصبه هادي، هاد الحرير هذا فيه 4 شعرات. وباش تجينا الخدمه زوينه من الاحسن تكون رقيقه، لان 4 شعرات تجي شويه الخدمه شويه غليظه باش بحال الحرير الاخر الخاص بالطرز على الشكل هذا. لهذا تنحاولوا اننا نزول واحد الخيط نحصلوا على 3 شعرات. يعني هاد في هاد الخدمه هذه انا خدمت هنا بثلاثه شعرات. وطريقه باش ما تيجيش هكا مشنت، يعني ما يتشنتفلكش الحرير، لان كاين العديد من اخواتي تشنت بهم الحرير ما تيعرفوش يخدموا بحرير القصبه او الصبره كما تنقولوا لها. ما عليك غتبرميه. بالنسبه للبريم يعني تتبرميه بالمخز العادي على اتجاه واحد. نعاود، تنبرموه بريم عادي على اتجاه واحد. طبعا بعد ما تزولوا الخيط الرابع يعني 3 شعرات. المخز الرابع معروف عندنا تيتوفر، يعني كاين عند تيبعوا مسائل الخياطه بلغه المغزل. غادي يعطيه لك، وانا المغزل ديالي هو هذا. هذا المغزل هذا راه قصته قصه، يعني اعطاته لي واحد الاخت صفرويه، وحنا عارفين يعني الصفرويات تبارك الله عليهم عندهم العقد. وهذه الاخت هذه عمري ما نسخرها، هي الاولى اللي علمتني، يعني علمتني العقد، وبالاخص العقد البلديين. من بعد ما تنبرموه طبعا تنفوروه واحد شويه، يعني تنديروه في سطاكا واحد السيف ونحطوه فوق المقراش ولا في كاسر مويه تبع ماغي، يتفور واحد 5 دقائق. من بعد تتحصلي على هذا الحرير هذا. لاحظوا ها هو هذا راه مبروم ومفور، يعني واخا تحاولي انك تحليه تيرجع تبرم هكا تيجي سهل الخدمه. هذه نصيحه للمبتدئات، يعني اللي بغى يخدم بالحرير الصبره، هذه هي الطريقه اللي يستعملوا باش ما تجيهمش يعني ما يجيهمش الحرير تيتشنتف. دابا غادي نجيو للدرس ديالنا. كيف ما تلاحظوا انا هنايا بديت الخدمه، يعني دابا غادي نبدا معكم وحده جديده على اساس اننا غادي نبداو الخدمه من الصفر. لاحظوا مزيان انا غادي نفك هاد شويه على اساس غادي نبداو يعني الخدمه من الاول. اول شيء تندير واحد، من بعد باش نحبك طبعا الثوب،
تنخدم واحد سبعة دغرس حشو. لاحظوا هاي الأولى، ها هي الثانية، الثالثة، الرابعة، خمسة، لاحظوا ها السادسة، والسابع غرزة حشو. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نرتفع بثلاثة سلسلات، غادي نجي فوق هاد آخر غرزة حشو، يعني وراها بالضبط، لاحظوا فين دخلت الكروشي، غادي نخدم خمسة الأعمدة، يعني غادي نخدم هذاك الضري الصغير اللي كل واحد واش نتي سميه بحال تنقولو المتكي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. لاحظوا هنايا من بعد ما كملت هاد الدريس هذا، تنحاول انني نثبتو يعني في الثاني غرزة حشو، يعني واحد اثنان في هاد الحبيك هذا اللي عندي، غادي نثبت هاد الدريس هذا. من بعد غادي نزيد ثلاثة دغرات حشو، يعني اربعة بهاد هادي اللي خدمت دابا، يعني اربعة، واحد اثنان ثلاثة اربعة. من بعد غادي نرتفع بخمسة سلسلات، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. طبعا كان عليا ندور العمل، عاد نرتفع بخمسة سلسلات. لاحظوا غادي نجي لهاد الرويس ديال هاد الدريس هذا اللي درت، يعني في هاد الارتفاع اللي درت هنايا ديال ثلاثة سلسلات هذا بالضبط، غادي ندير غرزة حشو. من بعد غادي نكمل خمسة سلسلات، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة، هاهما خمسة عندي، لاحظتو. غادي نجي غادي نثبتهم، لاحظتو مزيان، غادي نحسب واحد اثنان ثلاثة اربعة، بربعة غادي ندير غرزة حشو، يعني غادي نثبت هاد السلسلة اللي عندي. غادي ندور الخدمة، غادي نحاول نحبك فوق هاد السلسلة كاملة، يعني غادي نستعمل هنايا على حسب طول الحبكة، على حسب طول السلسلة عفوا، غادي نستعمل ثمانية دغرات حشو، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. غادي نجي الاتجاه الآخر، يعني الطرف الثاني من السلسلة، غادي نخدم ثمانية غرز حشو، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هاهما ثمانية تنحصل على هاد الدريس هذا. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نثبت عمل في الغرزة الموالية، يعني في هادي. دابا غادي نزيد نخدم أربعة غرز حشو، واحد اثنان ثلاثة أربعة. من بعد غادي نرتفع بثلاثة سلسلات، نفس الشيء اللي درت هنا غادي نعاودو هنا، غادي نجي فوق ورا هاد غرزة الحشو الأخيرة، غادي نخدم الدريس ديالي، واحد اثنان ثلاثة، يعني غادي نخدم خمسة الأعمدة، أربعة خمسة. هنا ما كاين حتى شي اشكال. من بعد غادي نخليو اول غرزه ما غاديش نخدموها، ثاني غرزه غادي نثبتو فيها هاد الدريس هذا. غادي نخدم اربع دغرات حشو طبعا بهذيك باش تثبت هاد الدريس هذا، واحد اثنان ثلاثه اربعه، يعني لاحظوا مزيان، يعني هنايا تنخدمو اربعه، وهنايا هنايا خمسه، وهنا اربعه. من بعد غادي ندور الخدمه، غادي نرتفع، واحد اثنان ثلاثة
أربعة خمسة. غادي نجيو للراس ديال هاد الدريس هذا، غادي نثبتو هاد السلسلة هادي اللي خدمنا. من بعد غادي نخدمو تاني خمسة سلسلات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. غادي نجيو بالضبط، لاحظوا مزيان هنا، غادي نجيو لهاد المكان، ولهاد المكان هذا بالضبط هنايا في هاد المكان هنايا غادي نثبتو هاد السلسلة. طبعا اما بمنزلقة او غرزة حشو، من الاحسن منزلقة. من بعد غادي ندور الخدمة، غادي ندور الخدمة، غادي نحبك على هاد السلسلة اللي عندي هنايا. غادي نستعمل، غادي نخدم غير النص ديال العدد اللي باش تنحبك. هنايا كنت استعملت يعني خاصة نحتفظ بنفس العدد، استعملت 8 الحبكات، يعني غادي ندير هنايا غير 4، 1 2 3 4. يعني الطريقة ديال الراندا نيشان، يعني هاد الدريس هذا راه بالراندا، يعني نفس الطريقة تنديروها بالكروشي. غادي ندور الخدمة، هنايا غادي نستعمل سلسلة، واحد جوج ثلاثة، أنا نستعمل ثلاثة سلسلات بركة. لاحظوا هنايا عندي هنايا 8 الحبكات، لاحظوا عندي هنايا 8 الحبكات. غادي نحب نخلي الحبكة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، يعني في النصف غادي ندخل نثبت هاد السلسلة هادي صغيرة. طبعا إما بمنزلقة أو غرزة حشو اللي يعجبكم، ومن الأحسن منزلقة. هنايا غادي نحبك المرة الأولى، لاحظ مزيان، المرة الثانية، نحبك المرة الأولى الثانية. عاد غادي نخدم الدريس ديالي، واحد اثنان ثلاثة. غادي نجيو وراء غرزة حشو الثانية، غادي نخدمو عليها الدريس، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. غادي نثبتو هاد الدريس هذا بغرزة حشو. علاش هنا درنا غرزة حشو وحدة وهنا جوج؟ هنا درنا جوج لأن وحدة استعملناها في الدريس، يعني متتبانش راها لداخل، يعني بقات عندنا غير وحدة ظاهرة، يعني هنايا غادي نديرو غير وحدة. غادي نجيو نكملو العمل، يعني هاد السلسلة اللي بقاتلنا هنا غادي نخدمو عليها. كنا خدمنا 4 ديال غرز حشو في الحبيك، دابا غادي نكملو 4 ديالنا، واحد جوج ثلاثة أربعة. يعني ضروري خاصك تبقي عاقلة على الحساب باش يجيك الدريس هو هذاك. في هاد الأثناء غادي نرتفع، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ندير سلسلة فيها خمسة الغرز. من بعد غادي نجي للراس ديال الدريس كما العادة، ندير غرزة حشو أو عملية تثبيت هاد السلسلة هادي. من بعد غادي نخدم، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، لاحظتوا؟ غادي نجي للنصف ديال هاد الدرس هذا، النصف ديالو، لاحظتوا؟ هنايا طبعا إما غرزة حشو أو منزلقة. وغادي ندور الخدمة، هنايا غادي نحبك عادي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نجي الطرف الثاني تاهو نحبك عليه نفس العدد غرز حشو، ثمانية. من بعد
شنو غادي ندير؟ غادي نجنب الثاني لهاد السلسله، ندير هاد الدريس هذا الباقي ديال السلسله، غادي ندير حتى هو غنخدم عليها 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 فحصل على هذا الشكل. هذا هو الدرس ديالنا، يعني هذا هو درس واحد. باش غادي نتساقل نخدم الدرس الموالي، يعني غادي نستعمل نفس الطريقه اللي درت هنا. شنو هي؟ غادي نخدم اولا غادي نثبت يعني هاد غرز حشو، غادي نثبتها في هاد الحبيك هذا اللي عندي هنا طبعا بغرزة حشو، وغادي نخدم 7 غرز حشو. غادي نحسب هاد طبعا هاد الغرزة هادي، 1 2 3 4 5 6 7. علاش؟ باش غادي يبقى لنا الفرق ما بين كل دريس ودريس. لاحظتوا مزيان؟ باش يبقى لنا هاد الفراغ هذا باين، يعني المسافه ما بين دريس ودريس تبقى واضحه. اما الداخل هنايا لاحظوا ما كايناش المسافه، يعني هنا تنديروا 7 ديال الغرز حشو، عاد تنبداو في الدريس الداخل 5. انا درت 7 دابا ديال الغرز حشو، نبدا وحده اخرى جديده، 1 2 3. من بعد غادي نجي ورا هاد غرزه حشو غادي نخدم الدريس، 1 2 3 4 5. نبقى غادا بهالطريقه هذه، نثبت هاد الدريس هذا اللي عندي ونخدم 5، 1 2 هنا عفوا 4، 1 2 3 4. من بعد تنرتفع 3 4 5، 5 سلسلات. تنجي للراس ديال هاد الدريس هذا، نثبت هاد السلسله بغرزة حشو، من بعد نخدم 5 سلسلات، 1 2 3 4 5. لاحظتوا؟ غادي نجي ونحسب 1 2 3 4. هنايا غادي نخدم نثبت هاد السلسله صافي، وغادي نحبك عادي. يعني انا بغيت نوريكم غير هاد لي سباس هادي، ضروري تبقى خاويه باش ما يجوش، يعني ما تجيش وحده على وحده، نيت وحده لاصقه في وحده. دابا غادي نجيو للتزيين. بالنسبه للتزيين انا استعملت هنايا الصم، يعني درت هاد التسنينات هادو من الفوق، هاد التسنينات هما اللي تيزيدو يعطيو منظر، يعني تيزيدو يزينو هاد الدريس هذا، تيجدو يزينو وفي نفس الوقت تيوقفوه. لاحظتو؟ هذا الدري المهم، هذا السم هذا، يعني من الأحسن أنكم تاخدو السم الحر أو اللي في طبعا السم الحر قليل فاش تلقاوه. الصراحة أنا في خريوكا ما عندناش الصراحة السم الحر، ما كاينش، كاين غير ديال الباطل وواحد النوع آخر. المهم انا غادي تستعملوا هذا الشكل هذا، يعني تيتباع هكا في بومبينات صغار بحال هذا ديال البطو طبعا، ولكن للاسف انا ما عنديش في اللون الفضي، عندي في اللون الفضي ولكن الكاليتي ديالو ما زويناش، يعني واقف،
يعني من احسن تاخذوا الا كنتوا غادي تدخلوا الصم في الخدمه من احسن تاخذوا الباطو. طبعا هو مبروم على يعني تيتباعها كان يتبروم على 4 ديال الشعرات. ولا شريتو المهم هادي ما عندكم ما ديروا بها، الا شريتو مثلا بحال هذه الكبيره هادي فهي على شعره وحده، هو تيكون شاتي يكون رطب بزاف على هذا اللي شريت، هذا ديال الباطو. لاحظوا يعني مبروم حتى هو يعني مضوبل، ماشي مبروم، مضوبل على 4 الشعرات. بحال مثلا انا هنايا لاحظوا مزيان فوق هاد القوس هذا خدمت جوج، يعني بقى لي دريس واحد. ندير غرزه حشو من بعد غادي نرتفع بثلاثه السلسلات. لاحظوا ثلاثه السلسلات عادي، وغادي نرجع وراء هاد الغرزه هادي اللي خدمت هاد غرزه حشو، نخدم غرزه حشو. لاحظوا غادي نجي لهاد لي سباس هذا ما بين هاد القوس وهاد القوس، كذلك غادي نستعمل غرزة حشو. يعني انا ما استعملتش غرزة بيكو 100%. لاحظوا 1 2 3 غادي نجي ورا هاد غرزة حشو، ندخل الكروشي نلوي عليه الصم ديالي او الحرير، من بعد غادي نلوي المرة الثانية ونجبد. لاحظوا عندي هاد القوس هذا، هاد القوس غادي نحاول نخدم عليه 3 د الغرز. يعني هنايا انا ما غاديش نحسبها ولكن عيني ميزانيه، يعني غادي نشوف لي سباس 1 2 3. هاد الاولى يعني الا جبتو يعني هاد الغرز مقادين تيجي الشكيه ديال الضرس مسول وانيق. الهبطه ديال القوس كذلك غادي نزيد دريس او سنينه. لاحظتوا ما بين هاد لي سباس اللي كنت هضرت لكم عليه قبيله اللي تندير فيه 7 ديال الغرز حشو، علاش حتى جيتو باش في الوسطانية يعني في الغرزة الوسطانية غادي ندير غير غرزة حشو. من بعد غادي نطلق ثاني الارتفاع ديال القوس الثاني وغرزة حشو وثلاثة سنيسلات 1 2 3، ونرجع ورا هاد غرزة حشو ونخدم السنينة ديالي ثاني 1 2 3، نبقى مستمرة بهذا الشكل هذا حتى نهاية الدريس. طبعا نوريكم واحد هنايا، يعني هنايا لاحظوا كما قلت لكم لي سباس ما بين هذا القوس وهذا تنخدموا سنينة، ونفس الشيء ملي تنوصلوا لهنايا يعني ما بين قوس وقوس تنخدموا سنينه باش يجينا هكا واحد الشكل واحد سنينه هكا الفوق بحال هذا الشكل هذا. لاحظوا مزيان. دابا المهم انا غادي نكمل هاد السنينات كاملين حتى النهايه، يعني حتى المنحدر ديال القوس الاخير، ونريكم الشكل النهائي كي تيجي. كما تشوفوا هذا هو الدرس اليوم، تنتمنى نكون وصلت لكم فكرة ونوصل لكم يعني تطبيقي في هذا الدرس هذا. وكما العادة وفي نهاية كل فيديو سنقول لكم ما تنساوش الدعم القناة بوضع لايك تعليق وأيضا الاشتراك. كانت معكم أم سعد عبد الله.